تحياتي لأحلى متابعين. نعم هاي 335 ل 2014 وهيدا يوسف وهال 35 فيتاس وحضروا لي هالفيديو دايناميك اكزامن ومن بعدك لوسي جريل سنسر امامي شوفوا تومبونيل ام تكنيك ولا احلى من هيك شوفوا هاللب شو لابق له وخاصه انه جلوسي بلاك هالجونت المميز 19 انش ومن بعدها عندنا هون لوجو الام المرايا نعم بضبوا على الكهرباء تفتحوا بدور على البصمه شوفوا السايد سكيرتس لانه سياره ام تكنيك باكج كيف نافر وشو حلو جونت نعم مسح البرمه هلا انا وياكم نشوف ستوبات اللاد هالشفره الخفيفه نضيفه جلوسي بلاك مثل مثل الديفيوزر طبعا سنسر وكاميرا على الاريير وفي مميزه توتون الاسود والاحمر الاحمر درسته سوداء والسوداء درسته احمر ساوند سيستم نعم يا عين على التيتانيوم دبل اي سي فتحه سقف وين وكيف ما نطلع لوجو الام واهلا بالداخليه الحلوه شوف التيتانيوم والجلوسي بلاك بالنسبه للسيتس نعم سبورت باكج واكيد ريكارو سوفت ليذر ستيرينج ويل ام طبعا مالتي فانكشن اكيد ما في شيفترز لانه بدل الشيفترز عندنا ماسكه هالفيتيس مع لوجو الام كبسه السعاده ما عم موجوده شاشه تعتبر الكبيره هوب توب ركبنا اريات حتى نشوف السنسر والكاميرا هلا ارجعوا لورا حتى حولها على سبور ومن بعدها على سبور بلس لانه ناوي اسمعكم احلى نغم F30 35 مفقودة بس فيتاس مفقودة أكتر وأكتر مع أم تكنيك مع داخلية حمراء وصاحبها شيخ شباب تواصل معه السيد يوسف شرفتنا وأهلا وسهلا فيك فازن يا شباب مثل ما دائما بنقول الله يبعد ضربات ويهني صاحبها نصيب صورة ورقمه ليوسف عنا على الويب سايت ركين موتورز دوت كوم